مناسبة سيارسنا لو سواغا سمي او لو قبتاي لابقل ايو كنتن كميدا هاوينك ايهو يوينك وحكا بارتاي دوكسيا دا كالدوان اي دولادا او ترادو عيدا ماي لح دوكسي او كوكلا يا لا عاسما دا هرغيسة سامركا سيارا لوغو باري اي هاناكا وحاخرس قرالكا اي حرفضاها دوواركا ايا لو قبتاي حارون تهولكا هايدا شغالها دولادا مقالا دا هرغيسة مناسبة دانا ايو غورين باوحا مداش عاسيكا هادلاي غار كميدا هاوينك يهو يوينك وحلا صوبري يسادو كلام عالمين تي صوبري وكور ميدادال كيدارا يمددية كوچرين قيديقا وحبرشو هاناكا وحاخرسك يغرالك يسادو كلا حرفضاها دواركا أهلا أمي هسيني قرطة دي قصدي سواء كي يبقى وكشي بكرا مركو غير جاق المتوديين ولا يأهل يأهل أيام الوفا يبقى لحنا ومكبرناي وعنو دي بكا في الحياة ومركا خطو الأصداء إنه كان مكينة قطع أول شخصية اسمع لهاي مكينة الضربة مركوبة ويسا لكن نسبنا واحدة الحمد لله رب العالمين وحوالي يعني مكينة الضربة برمي ونقاق المتشابين إن شاء الله أولا بجرد إلى إلى المهر ورسي سعوه أولا الناس المادة مفكي ذو قصر رأي مفكي ذو قصر رأي أي سيو حوض آخريا أدو كروحة وهو المدعوقة على كل يأتا وأقوت aqoontu horan shaqo ma dhamaato laakiin meel lagu bilaabo ay leedahay waxa ku dardaaraya dhamaantii intii naagan jirin sirin wax barashada ka sii hadhin xubnaha ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa agaasimaha ku yeenka waaxda waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada iyo xubnaha macallimiinta ka halkaasii ka hadlay ayaa dhamaantoodba ka warmay muhiimadda ay leedahay in hooyooyinka lagu taabro hanaanka wax akhris qoraalka iyo sidoo kale xirfadaha kala duwan ee dowarka anaga ka dugsi ahaan marka laga yimaado wax akhriska iyo qoraalka halka waxaan fadhida arday aan ku soo tababarnay xirfadda dawaarka oo runtii aan rajaynayno in ay ku shaqaysan doonaan oo iyaduna ay tahay kaalin kale oo hooyooyinka u soo hoyato ah in dawaarka ay barteen iyagoo gurigooda jooga ay si fudud u shaqaysan karaan waa duceedii labaad ee qalin jabisa ee barnaamijkan loogu qabto waxaan مر لبعض يقول سبحانه مهما قيال هاي الدفارة البقوطة حمد الله اسمي يقول لنا قال ان رش قيي مر بوا ويد الكرب تاعنا يعني سبحانه هاي مدح وحبرشة هاي الدفارة فونديشن مرو منا أحمد شامع يصدق كلام مدح هاي الدفارة فونديشن السومالن محمد موسى والكاسكا لا يكور مي تدل هذا هيدو أجلين يسو إن بلشة لا قدر يسو نعيد كل دون إدغالها عافمات كوا حبرشة يهرو مركا دينا بيرة هي بيها وحنا كور من سيدا هيدو أسكح سرت برنامج كوا حبرشة هو يوين كوا لجو بريو هنا كوا حقس قرال كي يحرفها كل دون قول يا فرحات كوي ما شرتو هو يوح برتاي ويهويد وهالكي برشدو كتير سنتهاي ما أنا أوديني يا كرتيني أيات صو صارتين سنة كي هروح أنا دي برا القاضي أنا وبلابي دورنا قيبتها أما برنامج كحفظة الحمد لله ما أنت قيبتها وح كقلن شبيي كنت هن أرضي أو هو يكسر قيبتها لما يصير ما أنت بكوش قيسان كريسة حفظة صو برتاي الحمد لله قرشهن انه waxa weeyaan inaan qayb ta balaarno sanadka dambe oo imi ka waa saddex iskuul sanadka dambe waxaan noqon doonaa lix iskuul bi idnillaahi kariim ee dhinaca kale ee qaybtan akhriska sanadkii hore waxa ka qalin jabiyay 47 arday maantana qaybta waxa ka qalin jabinaya 200 arday taasi waxay na tusaysaa horumarka ay hooyooyinkeenu gaareen waxaan jeclaan lahaa si gaar ah inaan u mahadnaqo agaasimaha waxbarashada dadban مروى سعاد يوتيم كذا وحن كليش عمان هاي لأنه ما حد نقو شعيب أو أحمد ها هجيس تكنيكال إنستيتوت البرنامج كان وحبرشة طبعا هو يوري ما تكمل تبين يان وحرف لا يا وصل كل بعض دفع عدل لبعض يكمل تبي سوي يان دفع عدل إنت على بلامي برنامج كوحصل وها إلا وغالي حليلي برباري تعرض سكولي مركي نقرا يعني إن لا ترى ما يقولون من اليوم بهاي إني أقول لكم تين لأن لكن قد بدي واحد برشلا أو أي هلا وحنو فرحة إن أري كان سبب ما بدي كل لواتك هو كل شيء هيدا أو بعد تام كوي من إن دفع دين بعد ترى شبه نسوا هو يقول لك واحد لا هاي هو يو شغف يا عبارة تبتين رنتي لا تراسل كذا بشار والله قيمة بنا بينه تيانا كا مركب برنامج كقول هيدا واحد يحسن إسا إن حبك دعنا على هذا كينا
inaynu wax ka bedelno iyadoo la tigsinayo u warkeena waxa kale oo hooyadu ugu mahadnaqaya in barnaamijkan wax barbaarinta waxbarashada ee hay'addu ay bilowday 7 sano ka hor inuu runtii u hirgalay meel fiican gaaray sababtuna ay tahay hooyada oo hiil iyo hooba la garab taagan ilmaha la shaqeysa macallimiinta la shaqeysa gudida waalidiinta ee iskuulada ay leeyihiin ما بلاش لش قيسا؟ اسمع واحد محمد عبدو هالكاس كهذا شيء أيامها نقد هيدا فار فونديشن يوالدين تيك اللي دوانا كقب قات برنامج وحبرشة هناك وحخرش قرالك يدو قد بينه أيامها نقد مسؤولين تفار فونديشن. مدرس هوي ما ضو وحنا قط عيل هيانو وانكو فرحة ما كان أركو هو يوين يحبلو أما هوين سيدنا كلاوس وسمري wax soo bartay oo ay noogeen muddo yar oo kooban ka hor laga yaabo 7 bilood ama 8 bilood ka horna waxna qori jirin waxna akhri jirin laakiin maanta kan bid noqday aqoonyahanka iyo dadka wax qoraa ee wadankeena ku nool waxaan ka jecelahay ma jirtaa waan ku farxaa een runtii abaal aad lahaydeen u baaleydiin kulay een hooyadu iyo habluhu waxa wayan tiir dhaxaadka bulsho kasta oo ummad kasta waxay noognahay kaalinta ay ugu jireen qoysaskeena iyo bulshadeena een abaalkii aad madina gashateen baaleydiin kulay waarada ku hanbaliyeen inay hanbaliyo hanbaliyo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii een hay'adda Fair Foundation madaxdeeda kala duwan halkan fadhida een oo runtii tacab iyo xoog iyo quruxda maanta aad arkaysaan aan oran karo iyaga ka dambeeyay gabagabadii waxaa maadan shaasi shaadooyin iyo abaalmarno kala duwan lagu gudoonsiiyay hooyooyinka ugu sareeya kaalmaha kala duwan ee dugsiyada si dhamaystay hanaanka wax akhris qoraalka iyo xirfadaha sidoo kalena waxaa adeeyay kala duwan lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah macallimiinta tacabka geliyay iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee la shaqeeya hay'adda Fair Foundation iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska